النهارده بقى جايه لك بطريقه جديده جدا لتخزين البطاطس من السنه للسنه. ايوه يا جماعه صدقوني، من السنه للسنه. شايفين زي ما انتم شايفين كده تخزين البطاطس على طريقه المصانع، على طريقه المصانع يا رشا. والله على طريقه المصانع وعن تجربه من السنه للسنه. وزي ما انتم شايفين الفيديو كده معايا ما شاء الله بيتكلم عن نفسه. شايفين البطاطس بعد سنه، شايفين الله اكبر بقى عاملها ساندوتش لاولادي زي ما انت شايفه كده، الحضانه للمدارس تحفه بجد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رشا للاكلات السريعه، والنهارده اخزن معاكم البطاطس بطريقه المصانع. بطريقه المصانع يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. صلوا على النبي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا لي زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد انا بنزله. قطعي بقى البطاطس بتاعتك كده اي تقطيعه انت حباها، مش هتفرق خالص، بس ايه كده انت يعني ماسكه الايد دي هي كده موزونه بالظبط على تقطيعك. وزي ما انتم شايفين حبايب قلبي كده معايا قطعناها التقطيع المتعارف عليه، كلها طالعه زي بعضها ما شاء الله لا قوه الا بالله. تعالي بقى اقول لك على السر اللي انا جايه لك بيه. وزي ما انت شايفه كده كميه البطاطس اللي انا محتاجاها، نزلت عليها بكوبايه كبيره او عفوا لتر من الميه، ونزلت عليه بنص كوبايه من الخل، عصره ليمون، شويه ملح. يا جماعه زي ما انتم سامعيني كده وزي ما انتم شايفين كده معايا، سبتها لمده 10 دقائق. وبعد كده هنعمل ايه؟ هقول لكم هنعمل ايه. مفرش حلو كده زي ما انت شايفه يكون نضيف، او فوطة مطبخ زي ما انت شايفه كده. انزلي بقى بكميه البطاطس حبه بحبه كده علشان هقول لك هنعمل فيها ايه. وكمان مفرش تاني زي ما انت شايفه كده، ونشفي لي البطاطس كويس جدا، نشفيها على قد ما تقدري، ما تخليش فيها نقطه من الميه خالص. وزي ما انت شايفه كده ضمي لي الحتتين على بعض بالطريقه دي واقلبيها كويس جدا. شايفين انا عملت ايه؟ علشان شايفين الميه طالعه من الحته مليانه ميه ازاي؟ نشفي كويس جدا جدا حبايب قلب الغاديين. وبعد ما نشفناها من الميه ما فيهاش ولا نقطه ميه، عندي كيس من الثلاجه زي ما انتم شايفين كده، هعبي كده الاكياس وهوريها لكم في الاخر. عبي بقى الكميه اللي تناسبك في الاكل حبايب قلبي. وزي ما انتم شايفين عبيتها في الاكياس بتاعه الثلاجه، خرجي لي بقى منها كميه الهواء خالص، وبعد كده نقفل الكيس تمام. زي ما انتم شايفين كده اعملوا زي ما انا بعمل كده، الهواء بيخرج منها خالص. ما تكبوليش البطاطس يا جماعه على بعضها علشان في الاخر ما تلزقش في بعضها وتقولي لي يا رشا ده طلعت ملزوقه مننا ومش حلوه. نقفل بقى الكيس بتاع الثلاجه كويس جدا زي ما انتم شايفين. بسم الله نكرر العمليه مع الاكياس الباقيه. حبايب قلبي وزي ما انتم شايفين كده خلاص الوصفه بتاعتنا انتهت خلاص. زي ما انتم شايفين شيليها بقى في الفريزر، احتفظيها من السنه للسنه وعن ضمانه ربنا ثم ضمانتي ان شاء الله. وده كمان كيس بطاطس صينيه برده بخزنه، وعند الاحتياج بطلعه واجهز على طول، بتبقى جاهزه لا بقشر ولا بعمل ولا البطاطس تغلى ولا ما تغلاش، بيبقى عندي كميه وانا عامله كميه كبيره. بس انا حبيت اوريكم وبعد تجربه سنه زي ما انتم شايفين البطاطسايه، شايفين في الساندوتش زي ما يكون لسه طازه. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه؟ لا بجد والله تستحق التجربه، جربوها تعجبكم ان شاء الله. كان معاكم رشا للاكلات السريعه، ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتدوسيلي على اللايك الحلو زيك القمر زيك علشان يوصلك مني كل جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وجربوا الوصفه دي هتعجبكم ان شاء الله.